اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستغلال ما سمته إيرانوفوبيا أو رهاب إيران لخلق توتر إقليمي خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله في رد فعله على زيارة بايدن إن الولايات المتحدة سعت مجددا إلى خلق توتر وأزمة في المنطقة من خلال اللجوء إلى سياسة رهاب إيران الفاشلة. وقد أعلنت إيران عن فرض عقوبات جديدة على 61 أمريكيا بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو لمساندتهم جماعة إيرانية معارضة. وتزامن الإعلان الإيراني مع ختام بايدن لجولته في منطقة الشرق الأوسط بعقد قمة إقليمية في مدينة جدة السعودية، تحدث فيها عن إقامة حلف دفاعي إقليمي يشمل إسرائيل لمواجهة أي تهديد إيراني.